تعزيزاً لدعم خطة التنقل خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، قامت وزارة المواصلات انطلاقاً من حرصها على المحافظة على تنظيم مزاولة أنشطة النقل البري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار والضيوف دولة قطر خلال فترة المونديال، بالتنسيق مع شركائها لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص لمزاولة أنشطة النقل البري، وبشكل استثنائي لتوفير احتياجات وحجم الطلب على النقل خلال فترة المونديال، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل البري ومنها خدمات التاكسي واللوموزين والحافلات والمترو، بالأخذ بالاعتبار تخفيف الضغط على شبكات النقل والمواصلات وتمكين الجمهور من التنقل من وإلى الملاعب وأماكن فعاليات الفيفا. وعقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع الشركات المعنية بتوفير خدمات التاكسي واللوموزين باستخدام التطبيقات الإلكترونية وحثها على التعاون المشترك فيما بينها، خاصة أن تلك الشركات عالمية ولديها خبرات كبيرة من خلال عملها بالدول التي نظمت فعاليات رياضية كبرى، حيث تم مناقشة إجراءات ومتطلبات تنظيم آلية العمل وتحديد مناطق الخدمات والتعرفة لتكون في متناول الجميع ومشجعة جدا للضيوف، إذ ما قورنت بالأسعار خلال بطولات كأس العالم السابقة. ومن أهم الإجراءات التي اتخذت، تم عمل تقسيم المناطق التي سوف تشهد حضورا جماهيريا كبيرا خلال هذه البطولة، مثل مناطق الملاعب التي ستقام بها منافسات المنتخبات المشاركة في المونديال، ومطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي والموانئ ومناطق المشجعين، وكذلك المناطق الحيوية والمجمعات التجارية والسكنية، وفقا لما حددته الوزارة مع هذه الشركات. وإلى جانب ذلك، تم تشكيل فريق عمل من وزارة المواصلات للتواصل بشكل دائم مع شركات خدمات التطبيقات الذكية للوموزين لضمان سير العمل، كما تم التخطيط له خلال البطولة بهدف المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للضيوف والزوار والمشجعين من قبل هذه الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة المواصلات بعقد اجتماعات تثقيفية وتوعوية لموظفيها تبرز فيه أهمية هذا الحدث، كما عقدت الوزارة عدة اجتماعات مع اللجان المشتركة في غرفة العمليات، وذلك لاتخاذ أي إجراء يتعلق بالوزارة من ناحية ما هو مناط بها من مسؤوليات.